سيدات الحوامل اللي بيكونوا عايزين يقللوا وزنهم خلال فترة الحمل، ازاي اعملها بشكل سليم من غير ما يأثروا على صحة الدم؟ نقول هل يا ترى في حاجة اسمها ريجيم أثناء الحمل؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. يعني هل يا ترى أنت هتحملي وتخسي؟ لا، احنا أثناء الحمل بنزيد حوالي 12 كيلو، إلا لو أنت وزنك زيادة أصلا، هتزيدي 7 كيلو، يبقى الوحدة العادية أثناء الحمل في رحلة التسع شهور مطلوب منها بس إنها تزيد 12 كيلو. طب لو أنت وزنك أصلا زيادة هتزيدي 7 كيلو. طب مش عاوزة وزنك يزيد تعملي إيه؟ أقول لك كل الأكل الصحي، يعني إيه؟ خضار، فاكهة، طبق سلطة كبير. نقول إن الأكل الصحي ما بيتخنش، أمال إيه اللي بيتخن؟ الحلاوة، المربى، الشوكولاتة، الآيس كريم، الحلاوات الشرقية، الحلاوات الغربية، الحاجة الساقعة. فدايما أقول للست لو عاوزة تحافظي على وزنك أثناء الحمل، ابعدي عن الأكل اللي يكون فيه سعرات حرارية عالية، يعني ابعدي عن الحلاوات الشرقية والغربية، وابعدي عن الحاجة الساقعة. ابتدي تلعبي رياضة وإن إحنا نتحرك. لو عملنا بعدنا عن الأكل الغلط وبعدنا عن الحاجة الساقعة، هنقدر إن إحنا نحافظ على وزننا. مش بنقول ان احنا هنخس اثناء الحمل، بس هنقول ان احنا هنزيد الزياده المطلوبه اللي هو 12 كيلو، ولو انت تعاني اصلا من البدانه هنزيد 7 كيلو. طب احنا ليه ما بنحبش الستات تزيد قوي؟ ليه اكتر من 12 كيلو؟ لو وزننا زاد قوي اثناء الحمل، ده يزود احتماليه ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل، ارتفاع السكر اثناء الحمل، احتمال ان الجنين نفسه حجمه يكبر، فيبقى احتماليه الولاده القيصريه ان هي تزيد. الست نفسها التخينه دي بعد الولادة احتمالية البلاطات في الرجلين بتزيد، احتمالية حتى وهي بتعمل ولادة قيصرية البنج بيبقى يكون بالنسبة لها أصعب. فاحنا دايما بنقول احنا عاوزين نزيد 12 كيلو، ودايما خبر حلو بيقول كل الستات لو زدتي في الحمل 12 كيلو بس بعد الولادة هتخسريهم بسهولة جدا وترجعي تاني لوزنك ما قبل الحمل. لو زدتي طلبت منك الدنيا وزدتي 20 و25 كيلو مش هتعرفي تخسريهم، وهو ده المشكلة اللي بتحصل دايما في أول حمل. الواحدة تحمل من هنا تلاقي مامتها تقول لها تتاكل الاثنين، تقعد تاكل تاكل، تلاقي لها في اول حمل نزلت لها 25 كيلو مش عارفه تخسهم تاني. فاحنا بنقول عاوزين نزيد 12 كيلو عشان تعرفي تخسيهم تاني بسرعه.